طرح کلی تقسیم قدرت و توافقات سیاسی برای تشکیل دولت مشارکت ملی را تصویب کرد. پیشرفت کیفی در مسیر تقسیم قدرت و کاهش اختیارات و یکتازی مالکی همراه با پروژه اصلاح وظایف دولت، تغییرات در دستگاه‌های امنیتی و قضایی و التزام به توازن سیاسی در تشکیل دولت جدید، توجهات بین المللی و منطقی را به عنوان یک نقطه عطف جدی برانگیخته و وضعیت عراق را از قفل یک ساله‌ای که رژیم ایران و مالکی تحمیل کرده بودند خارج کرده است. بسم الله الرحمن الرحيم. جدول الأعمال يتضمن مداخلات ممثلي الكتل حول الاتفاقات السياسية. مبارك الشعب العراقي حلول هذه الأيام المباركة، أيام العيد الأضحى، وتزامنت مع بداية عمل مجلس النواب. وأعتقد أن جميع الحاضرين بعد 8 أشهر من التأخير وبعد أن أدى الشعب العراقي دوره المطلوب في أن يعرف ممثليه إلى هذا المجلس، أعتقد أن الجميع ينظر نظرة خاصة إلى هذا المجلس ويريد منه أن لا يكون كالمجلس السابق. وجميع الكتل السياسية خلال هذه الأشهر الثمانية توحد خطابها بعد أن كان كل طرف له خطاب خاص به، سواء كان في الانتخابات أو بعد الانتخابات كان له شروط معينة ومطالب.